والشرف والشهامة. انسى الأيام الصعبة وبالمحبة نلم جراحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين أفراحنا. ورد البحر ونارنجي أحلى الأسامي، زينة الحارة فرجي الياسمين الشامي. الندل بيزرع فني يحصد شر الندالة، والعز بيرجع للي عنده حكمة وأصالة. واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله، واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله. الله 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 بالصبر بيتحلوا، بس العواينية رح ينهانوا وينزلوا. والخاين يا ويل ويل ويا ويل من الله، والخاين يا ويل ويل ويا ويل من الله. الله 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 قريب حل سنك يا حباب. هذا مين؟ تعال حل سنك، تعال حل سنك، قريب يا حباب. حل سنك يا ادمي. هذا ورغيف قابل عليك. قريب حل سنك يا حباب. هذا ورغيف. حل سنك يا ادمي. الله وكيلك، امبارح طول الليل ما نمت. طول الليل وانا عم فكر كيف ام زكي الداهية عم تفتش امي واختي. قال شو؟ قال بركي مخبين معه دهبات ابو ابراهيم. لا تذكرني اخي، الله يسترك. والله الدم طلع لراسي. ها لا سيدي، وابوك كمان ما راح يسكت. واللي فهمته منه انه حامل بقلبه كثير على الزعيم وابو شهاب وحتى على كل اهل الحاره. والله ما حق يا اخي، والله الظلم ما حدا بيتحمله. لك مين بيصدق انه ابوك يسرق ابو ابراهيم؟ شه والله قصه ما بتصدق. بليله بلبلوكي بالليل شلوكي بالملح والليل وبالنبتوكي يا حزين اسال خير. أما شو سهرة يا فريال؟ ما ضل وحدة من نسوان الحارة ما انعزمت لعنسوعان. لك لو تشوفي شو انفرش على هالطاولات من أشكال وأنواع، من الحلو عشر الوان، من الفواكه اطلبي واشتهي، بس كل شي كان موجود. راحت عليك يا سهرة، والله راحت عليك. دخلي ما حدا سأل عني؟ لا والله ما حدا سأل عنك، لأنه كلهم بيعرفوكي إنك متخانقة أنت وسعاد وما بتضحكوا. هي اللي عادتني بالأول. لا ما حذرتي، وهذا بتنشرب مع المي العكري. هي لك طعم التم بتستحي العين. لا لا فريال، انا مو منهم ابدا. طلع على لساني شعره وانا بقول لك صالحيه لسعاد. لك صدقيني صدقيني ومالك يمين علي انه بتحبك من قلبها لولا لسانك هالطويل. انا لساني طويل؟ هي هيك بتقول، بس بيناتنا انت ما بتسكتي على وحده، بتدققي على كبيره وصغيره. نسيتي لما كنا عند سعاد انا وانتي وشهيره وام بشير وام خاطر وعادليه، ويوم ضيفتنا هي لطيه، وللصدفه طلع لك بالزبديه تبعك شقفه نشا، رحتي امتي وارجيتيها لكل الموجودين. عم بحكي كذب شي؟ قولي قولي. لا ما عم تحكي كذب، بس لانه حضرتك كانت عامله حالها ست من عمل هي لطيه، وحبيت كذبها قدام نسوان الحاره مشان تبطل تفوش وتنفش علينا. ليش القصة انتهت هون؟ لك يا ريت انتهت هون. لكان هي ليش زعلانة؟ لأنه أنت تاني يوم صرتي تفوتي لبيت وتطلعي من بيت وتحكي عليها شي صار وشي ما صار. أنا؟ أنا أحكي عليها شي صار وشي ما صار؟
لك يعدمني أصفان عمري إذا كان صار شيء من اللي عم تحكي. إيه بجوز يا فريال بجوز. حاكم القصة بتبدأ صغيرة بعدين بتكبر. شو وين بنتك لطفية ما شفتها اليوم؟ عم تطبخ فاصوليا حب. شو هالحكي؟ صارت تعرف تطبخ فاصوليا؟ ما شاء الله عليها. أصبح اليوم ما رح نشرب فنجان قهوة من إيدها مو؟ لا وحيات عينك حتشربي أحلى فنجان قهوة. يا مو لطفية. نعم يا مو. يرضى عليكي تقبريني اعملي لنا فنجانين قهوة إلي ولخالتك امزكي من البنات اللي طحنتيهم امبارح. حاضر. مبروكة يا أختي. أعطيني من القماشة 5 قطرة لو سمحت. تكرم عيونك أختي. مرحبا يا أمو أبو إبراهيمو. أهلين خواجة أبو أهلين. عود ارتاح. خليك. طمني كيف أنت؟ الله الحمد لله، أنت كيفك؟ أنا عافو تمام أنا. أكله تمام، شغله تمام، كل شيء بيعافو تمام التمام بابا. الله عليك يا خواجة. ضحكتني ومالي نفس أضحك. أنت حبيبي وأنت أبو إبراهيمو، اسمع يا حبيبي. أنت بيعرف إني أنا بهم شأنك كثير، أنا بضاعس كله صار عندي بالسوق. كل قماش صار عندي سوق. هلا انت ابو ابراهيم بدي امين مصاري مشان عفو يجيب قماش من سوق لعند ابو ابراهيمو. مصاري؟ شوفي ابو ابراهيم انت افتح قلبك مشان انا عفو. انت شايف انا انت حزين كثير مهموم كثير. شوفي بابا رح احكي لك يا خواجه رح احكي لك. لا بابا لا، قبل ما انت يحكي مشاني انا بجيب لي واحد عرق سوس. موضوع الحارس ابو سمعو ما جد فيه جديد يا زعيم، ولازم نلاقي له حل، لأنه ما مزبوطة منه بيضل باب الحارة بدون حارس. مثل ما بتعرف نحن عيننا عبده موقتي وهالشغلة مو شغلته. خلص عينه حارس جديد للحارة لبين ما نعرف شي عن أبو سمعو. ما بيصير شيخي، لأنه في فرمان جديد طالع بيقول إنه تعيين الحارس ما بيتم إلا بأمر البلدية والمخفر. شو هالحكي؟ يعني ممكن يجيبوا لنا حارس من برات الحارة؟ وهذا اللي بده يصير، بدهم يجيبوا حارس من برات الحارة. شو هالفرمانات اللي مالها طعمة؟ حارتنا ونحن حرين فيها وبنعين الحارس اللي بنلاقيه مناسب. والله شيء بيطير العقل، حارس من برات الحارة بيحرس حارة مو حارته. هذا الفرمان جاي من فوق شيخي، ورح يتطبق على حارتنا مثل ما بده يتطبق على كل حارات الشام. فالله يرضى عليك يا ابو شهاب، بتروح المخفر وبتفهم ابو جودة شو الموضوع. وما حدا لاقك حرامي بابا؟ شوف الحرامي بنعرفه بس ما اعترف. هلا انتو ابو ابراهيمو بده يستنوا حرامي مشان يعترف. يا حبيبي شوف يا ابو ابراهيمو، انت بيعرف انت صديق من زمان، في خبز انا وياك وبرسم اللي حالي. مشان هيك بابا انا ما راح يضغط عليك، ما راح اقول لك بدي مصاري خبي القماش ما اعطيك قماشي، لا بس بدي اذكر انا مش هناك في كونتراتو بيقول رعبون اللي دفعوا ابو ابراهيم ولافو ما بيرجع. بابا دخيلك يا خواجه افو، بدي اطلب منك تنتظر علي كم يوم بركض اللي بدبر المبلغ وباخذ القماشات. انت ما بترضى ينخرب بيتي؟ انا بحبك كثير ابو ابراهيم، 10 يوم بينطر انا منيح هيك 10 يوم وكرمالك انت ما راح بيزيد انا ورا نقلي ابدا ابدا. مبسوطه حبيبي؟ كتر خيرك يا خواجه، إن شاء الله من هون لعشرة أيام بيكون المبلغ جاهز معي. عرق سوس طيب كتير بابا، في واحد تاني؟ شريف تفضل. شي حلو والله. الحارس صار له غايب عن الحارة 10 أيام وانتو ساكتين، ويا ترى شو سر غيابه المفاجئ؟ الله أعلم. من شان هيك نحن بدنا حارس جديد للحارة يكون قبضاي وزقرت ومعدل. بس بالأول بدنا نحقق بالموضوع ونعرف سر غياب الحارس عن مكان عمله. بركض الحدا قاتله ولحشه بشي قرنة. اعمل اللي بدك يا أبو جودة، هذا حقه. أكيد هذا حقي، وطالما قاعد قفى هالطاولة هي أنا بمثل القانون ومسؤول عن حماية 4 حارات. الحامي الله أبو جودة، شبنا لا إله إلا الله. نحن ما حكينا شي، كمان ما عم نقصي، ونحن بعتلكم معروض على البلدية مش هبعتلكم حارس تاني غيره. يا الله يضيع لك تعب بجاه النبي، أنا بتسمحولي. السلام يا عقيد. الله معك. شو رأيك نوري؟ ما بعرف يا سيدي، هالحارة مدوختني، اللي عم يصير فيها عجيب وغريب. لا غريب ولا شيء، أبو إبراهيم سرقوا ذهباته وما قدم لنا معروض، هو حرب ماله
بركده بده يسامح الحرامي. اما بخصوص هذا ابسمع حارس حاره الضبع وسبب غيابه يعني شو بيعرفنا؟ يمكن الرجال هج من الحاره ولا هربان من مرته وولاده يا سيدي، او طق قال له جوازه ثانيه عادي. مو انت قلت انه بجوز يكون حدا قاتله ولحشه بشقرنا سيدي؟ هذا كلام القانون بيقول اذا ما في جثه ما في جريمه. بكل الاحوال نوري جهز لي معروض رح نبعته للبلديه مشان يبعثوا لنا حارس ثاني بدل هذا بسمعه. شو نكتب فيه سيدي؟ يعني اكتب لك هيك ديباجه ظريفه باسمي وكتر الثناء والمديح لحضره ناظر البلديه وخبرهم عن غياب هذا الحارس ابو سمعه، خلي يبعثوا لنا حارس ثاني بداله. يعني بهالحاله ما بيوقفوا له معاشه الحارس ابو سمعه سيدي؟ لك اخي وقفوا، انت شو دخلك؟ انت اللي عم تقبض مصرف. طول بالك عم تحكي. ما لي من الليل، ما لي من الليل. سلامتك. الله يسلمك يا ابو عصام. شكرا لك. بزل ايدك، بزل ايدك شوي. شو افتح. افتح 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 اكثر اكثر. ايوه ابي عصام. ايوه يا بلا. ايه ابي عمي. هذا استوى وصار لازم اقلع. لك العرضك ما بصير بلا قلع. ما بصير، طول بالك، كل شيء قدك تكي تكي وبتخلص. هات الاشاط ابي، هات ليش الاشاط؟ مي حلو ابو عصام، والله مي حلو. يتربط اليوم يفوت حدا لعندكم يشوفني مربط. شو انا ولد صغير؟ سكر الباب ابي، سكر الباب. حاضر عمي. ترس امية. ها تعال ابي، نزل ايدك عمرو، نزل ايدك. ايه يلا افتح افتح. شوف على مهلك ابو عصام. افتح يستر عرضك. افتح افتح. تكي تكي تكي. سيك راسه ابي، سيك راسه العمى تبعتي. يلا ها ابو عيون. الله الرحمن الرحيم. ابو عيون خلصنا. يخرب بيت وشايف تنغارس جوات لحمه، منيح الله خلصك منه. هتمضوا ابي مي وملح. عوام عوام عوام. معافى معافى ان شاء الله. مضمض قد ما فيك تمضمض، كل ساعه بالبيت تمضمض. ها يلا مضمض مضمض. رح اجيب لك شاشيه. يلا طلبيتك انت لسه يومين لتخلص يا حجي. يومين كثير يا ابو خاطر، انا مستعجل. ونحن كمان مستعجلين يا حجي، بس نحاس بهالكم يوم شاحح من السوق، يعني الموضوع مو بايدنا. مثل ما لك شايف الشغيل عم يشتغلوا ونحن ما لنا مقصرين ابدا. طيب فيني اخذ اللي خالصين هلا؟ ايه فيك، ليش لا؟ خاطر يا خاطر. معلمي جيتك جيتك. معلمي خاطر ماله هون، انت بعته مشوار على البيت مش هيودي تراب. مزبوط، راح عن بالي. دخلك شو خالص من طلبيه الحجي عبد الغفار جوا؟ 25 دولة قهوة قياس 4 فناجين و9 قياس 6 و20 مصاب قهوة منهم 5 ابو ايد يمينية. ايوه شو الحجي؟ عمل لي اياه وباخذه معي تدبر حالي فيه. الله يرضى عليك يا معتز، بعشر دقايق بدي اياهم ملمعين مثل ضو الشمس ومعبئين وجاهزين. لعيونك يا معلمي. ايه حجي قل لي بقى، شو اخبار الموسم السنة؟ شو بك ابن عمي؟ شايفتك عم تاكل بلا نفس، لا يكون الاكل مو عاجبك. استغفر الله العظيم، معقول الاكل ما يعجبني؟ هي نعمه من عند رب العالمين. بتعرفي اليوم مرق لعندي ابو، الله يكثر خيره، اعطاني مهلي 10 ايام حتى ادبر له المصاري وادفع له حق القماش، والا حيبيعه لتاجر غيري، ساعتها رح اخسر الرعبون يلي دفعت له اياه، رح اخسر سمعتي بالسوق. والله اذا بتسمع مني ما غير زعل ابن عمي، بتروح على المخفر وتعطيهم المشايه تبع هذا الحرامي اللي دعشري وهن بيعملوا له اللازم. لا يا عادليه، بدك ياني اكسر كلمه الزعيم؟ لا ما بعملها منوم. ابن مؤاخذه ابن عمي، انت هلا واقع بورطه وشايفه ما حدا حاسس فيك لا زعيم ولا اهل الحاره. وانا بشهد يا ابي، بشهد اني شفت الإدعشري بارض الديار وحامل سرة الذهب. لا يا ابراهيم لا، اوعى تشهد ضد حدا اذا مالك متاكد من شهادتك 100%. الحياه فيها اخره يا ابني، والاخره فيها نار، والله يجيرنا من نار جهنم. هلا اترك ابراهيم على جنب، اعتبره ما شاف حدا. انت عليك تروح لعند رئيس المخفر وتعطيه اللي وقع من الحرامي ان كان للإدعشري او لغيره، وهن مو قاصرين يحققوا ويعرفوا كل شيء. طيب خليني افكر بالموضوع منيح واخذ راي الزعيم والاعضاءات تبع الحاره، بجوز يكون لهم تدبير ثاني. ربوشك يا ولا، ربوشك يا ولا. تعال يا مخلل.
على طاولة ملوك حطوك حري. أحمر واسي يا الفت بلينا بل بلوكي بالليمون والكمون لفوكي. عندك 11 عم تحكي معي لك عبدو؟ ايه سيدي عم بحكي معك، لك انا بحكي مع خيالك. العقيدة ابو شهاب امر انه ننبشك. يا لطيف، وهلا انت بدك تنبشني؟ ايه سيدي انا اللي بدي نبشك ولا شو؟ مالي معبي عينك؟ لا مالك معبي عيني، لا انت ولا معلمك ابو شهاب. ضبضبوا لك ايد عشرين. الضبضب احسن ما اصل لك لسانك من شرشه. عبدو بده يفتشك ورجلك فوق رقبتك. عبدو روح فتشه. امرك عقيد. اخوت عم تتعدى على عبدو يا واطي؟ لسه ما خلق يلي بده يتعدى على واحد من رجالي. اسحب هيك ها؟ احكي احكي من الاول، شنو انا بدي رجال تواجهني؟ تعال شاعوا لخصوص. صبحي معروف، لك صبحي معروف. شمسو ولك شو في؟ الحق ابوك عم تعالق مع ابو شهاب بالحاره والقيامه قايمه بيناتهم. شو؟ يا باطل كون يترك تاني. شو عم بحكي؟ بس انت وياه ابو شهاب. شو عم تحكي؟ انا ضبوا خناجر الخور. امرك زعيم، امرك يا كبير، امرك. حقوني انتو اثنين على المضافة. يلا ولولا الزعيم والشيخ عبد العليم لكا واحد من بيناتهم انتبه التاني. بري عليه الإذاع شري، بري عليه. والله أبضاي ما بيسكت على ضيبه لو على رقبته. أبضاي عملت مو بسرقة بيت أبو إبراهيم يعني حرامي. اسكت أحسن ما عبي لك تمك دم. ولا أنت شفته بعينك عم يسرق شيء؟ لا ما شفته. معناتها بتضب لسانك جوات حلقك وما بجيب عدل أبضايات بالعاطل بنوم. خلاص أبضايات أبضايات، أنا مالي علاقة. بوسوا شوارب بعض. أنا ما بوش شوارب حدا، وخاص نص اللي معاديني. لك يا ابني ما حدا معاديك، القصة ما فيها إنه أبو إبراهيم اتهمك سرقة ذهباته، واللي عمله أبو شهاب متفق عليه بين عضوات الحارة. شيخي! أنتوا كلياتكم معاهل الحارة اتهمتوني بسرقة ذهبات أبو إبراهيم، ما حكينا شيء. بعتوا عالم لحتى ينبشوا البيت، ما قلنا لا. فاتوا على أوض الحريم وأوض الأولاد، ما قلنا شيء. لا اتركوني بقى. مشيت انه هادي بعد كل تكة وراي واحد مشان ينبشني. هاي ما هقبل بنوب بنوب. لك انا تايب قسما عظما، اذا ما بتحلوا عني برجع للتوبة وبرجيكم شي بحياتكم ما شفتوه. شنو الشغلة وصلت لناس مناخيري؟ شو الحل هلا؟ الحل انكم تحلوا عني بقى، خلوني اعرف لاقي لي امتي بالحلال. معروف يعني انت ما سرقت شيء؟ الله اكبر، لك عمالكم ما سرقت شيء ما سرقت شيء. بكر الله، معناتها ما عنا حل غير حلفان على المصحف. زعيم هات المصحف اللي عندك.
تفضل شيخي، هاي المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إذا عشري تعال أنت. حط إيدك على المصحف وحليف إنك ما نزلت على بيت أبو إبراهيم ولا سرقت ذهباته. واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله، واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله. يا أختي الأطلس لونين، الأزرق والزهري، واثنين بيشتغلوا للمخدات. السلام عليكم عمي ابراهيم. وعليكم السلام، اهلين سير عصام، خير؟ الزعيم والعضوات طالبينك بالحال والاجتماع بالمضافه. طيب طيب، خمس دقائق وبلحقهم، حاكم ابراهيم وصل مشواره لهلا ما اجى. ماشي، بس حاول لا تتاخر. السلام عليكم. الله معك الله معك، مع السلامه. شو قلتي اختي؟ شو طلعك بوشي؟ شو طلعك؟ الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. حكيتي اي حرف من اللي شفتي قدامك رح ادفنك جنبه وانت عايشه، فهماني؟ لا 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 يا مو شبك. لا يا مو، بسم الله الرحمن الرحيم عليك. لا اكيد مربصه يا مو. يا مو شبك. لا شب يا مو، شربي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم عليك يا مو. شو؟ الإحدعشري حلف على المصحف الشريف إنه ما سرق ذهباتي؟ يا حبيبي، قالوا له الحرام حليف، قال لهم إجاني الفرج، يعني خلاص راحوا. يا إبراهيم اهدأ وصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. طالما الإحدعشري حلف يمين إنه ما سرق، ما بنقدر نكذبه ونقول له بشو أنت كذاب وحلفت يمين كذب، والله أكبر من الجميع وهو اللي بيحاسب يوم الحساب. رح ينخرب بيتي من وراي يا جماعة، والله حينخرب بيتي. يا أبو إبراهيم، نحن بنعرف أنك تضررت كتير، ومشان هيك اجتمعنا وقررنا نقدم لك مساعدة لحتى تضل تجارتك واقفة بالسوق. قديش لاسمك مصاري؟ لا، أنا ما بقبل إحسان من حدا. لا يا إبراهيم لا، هي ما حبيتها منك. نحن كل عمرنا بهالحارة إخوة ولا بعضنا البعض، لك مو هيك ربينا يا جماعة؟ معليش أبو عصام،
خيركم سابق. أنا اللي طالب منكم توقفوا جنبي حتى يرجع لي حقي، تساندوني لأعرف وين راحوا ذهباتي. يا أبو إبراهيم إذا عندك حل يرجع لك حقك، لحنا ما منوقف طريقك. أنا بدي اشتكي على 11 للمخفر. شوف يا أبو إبراهيم، نحن عملنا يلي علينا ومستعدين نوقف مع كل واحد بدوره وقفة أخ لأخوه، لأنه اللي بجيبتي بجيبتك واللي بجيبتك لغيرك والله لا يفرق بيناتنا بجاه الحبيب المصطفى. آمين. وإذا كنت مفكر أنك تشتكي على الإدعشري وتقدم معروض بالمخفر فهذا حقك وما حدا رح يوقف بوشك. اعمل يلي بتشوفه بناسبك والله هو الموفق. وهي فرضة المشاية اللي لقيناها برضة ديار سيدنا. قلت لي سرق من اليوك 50 أصملية ذهب؟ التمام والكمال. وليش حضرتكم ما خبرتونا عن السرقة لهلا؟ لأنه يا سيدي أنا الحقيقة كنت مفتكر يعني إنه الزعيم وأعضوات الحارة يحلوا لك مشكلتك ويجيبوا لك الإدعشري ويعترف ويرجع لك ذهباتك. قامت ما زبطت معهم، قمت جنابك اجيت لعندي وعم تشتكي بعد 12 يوم من وقوع الحادثة. على كل حال اهلا وسهلا فيك يا ابراهيم، واعتبر مشكلتك محلولة وذهباتك رح يرجعوا لك. عن حق وجودات، عن حق رح يرجعوا لي ذهباتي. كلها كان خيزراني ومنخلي الإدعشر ينطق ويعترف. انا ابو جودت، انا بخلي الحجر ينطق ويعترف. والله والله إذا رجعوا لي ذهباتي لأعملكن عزيمة على خروف محشي ما دقتوا منها بالشام كله. سمعت يا نوري؟ على أبو إبراهيم بده يعملنا عزيمة خروف محشي بالشام ما صار مثله، وراح يعطيك ليرة عصمالية ذهب حلوة رجعت المصاري، ما هيك إبراهيم؟ ليرة ذهب كاملة سيدنا. شو عليه؟ إذا رجعوا لي ذهباتي ما بيغلى عليكن شي. منوب سيدي منوب. طمن إبراهيم، ذهباتك رح يرجعوا لك. نوري. نعم سيدي. تاخذ العناصر بتروح على بيته لهذا الحرامي بتفتشوه، ولا قال لك شحطوا له شعط. طعميتيها لامك ولا ايه؟ ايه ابي طعميتها لبن. اسمعوني انت وياه. موري ابي، نحن لازم نشتغل مع بعض، انتو صرتوا رجال، لازم نحن كلياتا نكون ايد وحده. مزبوط يا ابي، بس يعني شو بدنا نشتغل؟ فوتي لجوا ولي قوم افتح الباب. قوم. حاضر يا ابي حاضر. خير ان شاء الله. شرف معنا. خير يا ابي؟ شو عامل ابي؟ بالمخفر بيعرف شو عامل. أبي نظيف يا زعيم، الله وكيلك أبي نظيف، ما سرع حدا والله ما سرع حدا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. روح يا ابني، روح على البيت انت هلا، وإن شاء الله ما بيصير إلا الخير. والمسا مر لعندي بكون فضيت، نقعد نحكي كلمتين على رواق. يعيشوا هديات يا رب، تقبري قلبي يسلموا دياتك. ما شاء الله حولها هالزهرة كاملة مكملة. آخ يا سعاد خانو، آكل هم هالبنت، حابة اطمن عليها، بس الظاهر اللي مثل حكايتها ما لون حظ. يوه ليش عم تحكي هالحكي أم خاطر؟ ليك مرت خالي أبو عمر أخدها معلولة وجابت له 9 أولاد. لك يا جماعة كله اسمه ونصيب، بعدين ما شاء الله حولها زهرة حلوة وناعمة وست بيت، وبكرة بس يجي نصيبها ما في شي يوقف بوشه. يا أم خيرية افتحي الباب. ايه يا أم، ايه الله رايحة. يلا يا مو يلا رايحة. يا ترى مين بده يكون إجاكي؟ يعني أم زكي، مين في غيرها؟ هذا وقتها. هاي أم زكي كل عرس إلى أرز. ها ما قلت لكم هي عترم بالتمام، تأخر العادة شوي.
عالليوان خالتي عالليوان. فهمت عالليوان. سلام عليكم يا جماعة. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. شلونكم؟ إن شاء الله مبسوطين. الحمد لله. تأخرتي علينا. ليش ما عرفتي شو صاير بالحارة؟ ليش شو صاير؟ يوم مالكم حاسبين حسابي بالقهوة تتحرقوا إلهي. هلا بخلي خيرية تعمل لك فنجان قهوة بدك تحكي تعاطينا. جماعة المخفار إجوا شحطوا الـ11 قدام كل أهل الحارة. إيه خرجوا. لك مو حرام يسرق ورطة الرجال من بيته ويصفيه على الحديدة؟ لك الله لا يوفقه. شرشح أولاده وعيلته. لك ما كان يزوق على حاله ويتربى؟ لك مفكر حاله ولد صغير؟ يا حرام عنده هالشفيقة جوهرة إلا تم يأكل ما لا تم يحكي. ولا مرته النظمية القلب بيتقطع عليها، دائما ضعيفة وتعبانة، لا أكل أكل ولا نوم نوم، وعلى الهوى ما سمعه إنه ما عم تقوم من فرشتها بنوم. شلون؟ ما أنا سمعت إنه ما فيها شيء. يا أختي هيك الله رايي. نامت فقت لقوا أولادها على الحالة، بس اللي عرفته إنه صحتها الحمد لله تحسنت شوي. يا لطيف تتلطف بعبادك، بس لو الناس تتعز وتشوف. بس الله كبير، الله كبير بعدي اسمه. إيه ونعم بالله. شو ما بدكم تصبون قهوة؟ شو يا إيد عشري؟ احكي احكي وخلينا نتفاهم. على شو بدنا نتفاهم؟ بدنا نتفاهم على سرقة 50 ذهبة عصمالية من بيت أبو إبراهيم ووين خبيتهم؟ أنا القصة ما بعرفها بنو بنو. كلها تلفيق بتلفيق وحياتك يا سيدي. لا تحلف بحياتي ولك. هاي لمين هاي؟ هي لي. أيوه. عظيم. معناها هيك بلشنا نتفاهم وكل شي بيصير بالزوق. إلي لشوف وشلون هاي صارت بأرض ديار بيت أبو إبراهيم. وعك تقلي مشيت لحالها؟ هاي وعد منك وقت اللي كنت عم تهرب من على السطوح. هلا بتصدقني من دون ما أحلف حياتك سيدي؟ مصدقك بحالة واحدة بس، انك تعترف بالسرقه وين خبيت الذهبات. معناها ما تعذب حالك، لانه انا ما سرقت شيء بنوب. هيك لك يعني ما راح تعترف؟ هلا بدك ياني اعترف اني سرقت الذهبات وانا ما سرقته؟ امنت بالله. نوري. نعم سيدي. نزل هالتيش لتحت وخليه يعترف وتوصها. ايه مو على راسي سيدي. جيبوا لي اياها لتحت الدوياب. شو عم تقول زعيم؟ قصدك انه ابي حرامي وهو اللي سرق بيت ابو ابراهيم؟ شوف ابو ضاري، ابو ابراهيم عم بيقول انه لقى فردة كسرية ابوك عنده بارض الديار. بقى بتقدر تفهمني شو جاب كسرية ابوك لبيت ابو ابراهيم؟ ايه اكيد شي واحد لحشها بارض الديار حتى يتهم ابي بالقصة. ليش بحياتكم سمعتوا زعيم انه في حدا بيفوت وبيسرق وبيترك اثر يدل عليه؟ بعدين الزعيم عم بيقول انه ابي حلف على المصحف الشريف قدام الشيخ عبد العليم انه بريء من هالقصه. إيه مستحيل حدا يحلف على المصحف الشريف كذب ولو على قطعه رقبته. ايوه على اساس ابوك يعني ما بيقطع فرض. اذا بده ينفذ حاله بيحلف. إيه لا عقيد، بس انتوا ما بدكم تعترفوا انكم ظلمتوه لابي. انتوا يا كبارية الحاره وقفتوا مع ابو ابراهيم الزنجيري اللي معه مصاري ذهب والله فاتح عليه. دايت عينكم على ابي اللي عم يفتل كل حواري الشام يبيع مخلل ليطلع قرشين باخر النهار. لك الحمار بياكل بحال الصون زعيم، الحمار بياكل بحال الصون. بس يا عيب الشموم، اللي بده يكون كبير الحاره يا زعيم لازم يكون عادل، يشوف يسمع يحكي كلمه حق. خاطركم ما بعرف بدي اسمع مين وصدق مين. يلي عم يشتكي ويقدم البرهان، ولا اللي عم دافع عن نفسه ويحلف يمين معظم انه بريء. ما بدك تعترف مهيب، ما بدك تعترف، ما بدك تعترف. اعترف احسن لك. ما بدي اهرين نعمة معك.
خليك ساكت لإلك، لا تعتري. دوري جواد، أنا قلت لك بالسوء مو هيك؟ تعرفوا أنت العناصر، تحرك حركوا لك حركوا. هذا نوري حمار ما بيفهم، ما بيقدر القبضايات اللي مثلك، بس راح اعطيك وعد شرف، اذا قلت لي وين مخبي الذهبات راح طالعك منه، وراح لاقي طريقه طالعك فيها اشرف من ابو ابراهيم نفسه. واتطمن ما راح تطلع من المولد بلا حمص، حتاكل حمص وبقلاوه كمان. شو بدك تحكي ولا لسه ما اقتنعت؟ انا ما بعرف، انا ما بعرف شيء، ما بعرف شيء عن الذهبات. بنوب بنوب في داعشه. اسمعني بنوب، انا راح اطلع هلا وراح اخليك تفكر وتعيد حساباتك منيح، بس اذا تميت معند وراكب راسك ترى انا بعرف كيف اكسره. فهمان؟ نوري ارجع كمل. اوعك اوعك تحكي يا دعشر، يا ضلك ساكت هيك للآخر. أيوة أخي، حط لكم عشا. عشا شو أختي؟ عشا شو؟ أبوكي منحوش بالمغفر والله العليم، شو صاير فيه؟ لكل المشكلة إنه نحن قاعدين هون مربطين، مو قادرين نعمل له شيء. يا أخي شو بدنا نعمل له؟ والله مو طالع بإيدنا شيء، بعدين الله هيك رايد. أنا اللي حارق لي دمي انه ما حدا وقف معه من الحارة. قال شو؟ تهمة السرقة ثابتة عليه؟ اخي يعني انتو ما لاحظتوا ابي انه اشترى مشاية جديدة بنفس الوقت اللي انسرق فيه بيت ابو ابراهيم؟ شو قصدك ولا شفيقة؟ والله مو قصدي شي، يبعت لي حمى ان شاء الله، والله العظيم مو قصدي شي. اختي ابوكي اتهموه تهمة ما له علاقة فيها بنوم، واذا قصدك عن فردة مشايته اللي هو بيت ابو ابراهيم هالواطي، فاكيد اكيد حدا راميها هنيك حتى يتهم ابوكي. يعني وليش بدهم يتهموا أبي خصناص؟ لأنه أبوكي كان من أصحاب السوابق. صبحي. معلش أخي معلش، شفيقة لازم تعرف كل شيء. أخي أنت شو عم تقول؟ يعني أبي كان يسرق؟ كان حرامي؟ طيب شباب أختي، طيب شباب، بعدين أبوكي تاب من زمان، كل أهل الحارة بيعرفوا هالشي. قومي أختي قومي، قومي تتري عملي لنا كاستين شاي. حاضر أخي. ولك مجنون انت صبحي مجنون؟ كيف بتخبر اختك عن ماضي ابوك؟ اه كيف؟ لك ما فيها شيء، لك اخي ما فيها شيء. بعدين مو معناتها اذا ابوك كان من اصحاب السوابق معناتها هو عامل هالعمله. والعمل هلا اخي والعمل؟ بدنا نترك ابوك هيك منحوش هاللحشه وما حدا سائل عنه؟ والله ما بعرف لك اخي، والله ما بعرف. قلبي ملان من الحاره واهل الحاره. عليم الله جاي على بالي احرقها باللي فيها. اهل الحاره ما دخلون يا اخي ما دخلون. يلي لازم ننتقم منه هو ابو ابراهيم هالواطي، لانه هو اللي مرمغ راسنا بالتراب. معك حق، ما لازم نسكت له بنوب. واذا ابوك كان عم يتعذب وياكل فلقات، عليم الله لندوقه لابو ابراهيم وابراهيم شي مداقوه بحياته. اسمعني اخي اسمعني وفتح اذانك معي منيح. حليف على المصحف الشريف انك ما نزلت على بيت ابو ابراهيم ولا سرقت ذهبات. حليف حليف حليف. واللي بيحلف يمين كاذب يا ويله من الله.
الله ينعم عليك. ارحم ولينا ولي. شو علي؟ وسفحت لك عليه سطل مي باردة بعد ما كان غاطت بالنومة وعلى 24 ساعة. عظيم يا نوري عظيم. بركض أنا بيصحى وبيغير رأيه. بس قل لي أنت منين عم تجيب الأساليب هي؟ سيدي أنا خدمت سنتين بسجن إزرع وبعرف كل الوسائل اللي بتخلي الحجر ينطق. إيه مليح مليح كتير يا نوري. هذا اللي داعش ما بصير يطح ولا دقيقة ولا دقيقة ابنه. أشوف أتحلو يا عتكية. تركوا علي سيدي تركوا علي. الليلة بدي خليه يشتهي النوم وما يشوفه بحياته. يعني لح يعترف يا نوري؟ سيدي بده يعترف حتى ولو ما كان عامل شيء. سلم على عمك ابو مرزوق. الله يعوض عليك. الله معك. الله يسلم عليك. اهلين اهلين عمو ديبو. ما شاء الله صار شب. الله يخليلك. غدا يا ابي خدا منيحه هي لوجع الركب. الله يسامحك. الله يخلينا. طمني درسك ان شاء الله طاب ما عاد وجعان. الحمد لله. ابو عصام قال علي الله يرضى عليه ما شاء الله شو ايده خفيفه. يا اخي يا ابو عصام احسن حكيم بالشام. الحمد لله. ورتانا المصلحه ابا عن جد. اللهم لا حسيده. اللهم لا حسيده. الله معك. يا صبحك بنور النبي عمي ابو حاتم. اهلا وسلم. اهلا يا معلم ديبو. شفت لنا ارجيله على السرير. رموا على راسي واحلى ارجيله لاحلى معلم ديبو. يا الله يا اهلا ابو احمد. صباح الخير باحلى ابو حاتم. نهارك مبارك شلون صحتك وهمتك؟ الحمد لله ربك علي وفضله. الحمد لله. والله الحمد لله. يا ابي يا ابي. اركب على الحمار. مو على عيني يا لف كله ابو التعب على الطنبور مركب عليه دورتين. الله يخلينا اياك يا ابو احمد. انت شرف شرب كاسه شاي ومسلم بركبه. كتر خيرك بكل اشرب سيجاره معه على راسي. سلام. ايوه عمي ابو حاتم. الله يحن عليك. فك هالحمار عن الطنبور وركب ديبو شي دورتين بالحاره خليه يصير خاطره. مو على راسي معلم ديبو شرف. الله يصير خاطره في طعمك قدو. اهلين ابو احمد. حروق يا ولد حروق. السلام عليكم ابو سمين. اهلا ابو غالب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك سيدي؟ والله من رب العالمين بخير الحمد لله. سيدي بدي اسالك سؤال. شرف. من هذا الولد اللي ما عم سلم بشغل القهوه؟ هذا ديبو ابن ابو حاتم. بس انا اللي بعرفه انه ابو حاتم ما عنده ولا ولا عنده سبع بنات. ولا انا غلطان؟ لا سيدو ما انا غلطان. هذا ابن اخته لابو حاتم يلي تركها جوزها وسافر على بيروت وبعدين طلقها. لك ليش عم تقلي انه ابنه؟ لانه هو اللي رباه عمره 3 شهور. بعدين خيو خلصنا سؤالات. الله يرضى عليك. الله يستر عرضك. عندي شغل ونحن كمان عندنا شغل. لا تاخذنا. السلام عليكم. دار بيسد ما يرد. ها الله يسامحه. اشكي امري لله. بركض انا الرجال مظلوم. أنا شايف إنه المشاية مو دليل قوي على إيد عشري. يعني لو أبو إبراهيم ملاقي مقص علاقة من مقصاتك بأرض دياره بيتهمك لك بالسرقة. الله يسامحك يا عم خاطر. أنا بحطني مطرحه أنا لإيد عشري. زلمة صاحب سوابق هاد. والله كأنك نسيان إنه هو سرق لك دكانتك ما خلى فيه ولا نحاسي. لا ماني نسيان. بس الرجال عم يقول إنه تاب واهتدى. الله ما شافوه ولا عرفوا لك يا عم خاطر. وقت الله بده يخلي البني ادم يركن يهدى ببين على محكاه وعلى ممشى. شو طلع منه الايد عشري غير الحكي لهلا؟ قوم اخي قوم قوم نعيمان قوم. تفضل شيخي. الله يسلمك دياه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله دايم يا ابو صالح. صحتين والف هنا. الله يبارك فيك. الله يسلمك. عم قول لحالي شيخي هاليومين لابد ما يظهر كل شيء. وإذا كان الإيد عشري سارق ذهبات أبو إبراهيم جماعة المغفر رح يخلوه يعترف بس على طريقتهم. مشكلة إذا طلع الإيد عشري بريء. ليش مشكلة بقى شيخي؟ لأنه رح يرجع أسوأ من الأول. ونحن ما صدقنا إمتى هدي شوي والله عقله. والخوف يطلع من المغفر براء وما يكون بريء. وضح شيخي ما عم أفهم عليك. معلومك جماعة المخفر منه سهلين أبدا. وشو بيعرفنا ما يطلع أبو جودة مثل رئيس المخفر اللي قبله حط إيده بإيد العونطجي والأزعر والحرامي وبهالحالة بجوز يتقاسم السرقة مع الحرامي ويطلع صاحب الحق هو الغلطان. ساعتها في الله شيخي. ما بيترك مظلوم يعيش مقهور ولا ظالم يفتري على الناس.
لأنه هو المنتقم الجبار. ونعم بالله يا أبو صالح. تفضل عمي. السلام عليكم زعيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا، أنا الحارس الجديد تبع الحارة، الداعي أبو ماجد، بعتني لعندك رئيس المخفر أبو جودات. والنعم أخي أبو ماجد. أنت قبل هلأ وين كنت عم تخدم؟ أنا سيدنا كنت أخدم بحارة النعنع. وإلك زمان عم تشتغل هالشغلة؟ هو من زمان سيدنا، بس لا شوفني اختيار، أنا عندي قوة بتهد جبال وإذن الله بحرس الحارة وأهل الحارة. شوف يا أبو ماجد، أنت رح تصير حارس حارتنا، يعني رح تصير واحد منا، ومأمنينك نحن على أموالنا وأولادنا. بقى كل شيء بصير بالحارة بدي اياه يضل بالحارة، يعني لا عين شافت ولا أذن سمعت ولا تم حكى. شو؟ ننسى الأيام الصعبة وبالمحبة اللي بنشرحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين أفراحنا. ورد وبحر ونارنجي أحلى الأسامي، زينة الحارة فرجي الياسمين الشامي. الندل بيزرع فيني يحصد شر الندالة، والعز بيرجع للي عنده حكمة وأصالة، واللي بيحلف يمين كامل